طب ماشي هاي سيام هدارة شهيد زغرز جمال حيسياك حيسياك أمرين يتاها مدانا فرمان دارم نبارك لكم باسم قيادة الانضباط العسكري وقوات سوريا الديمقراطية في أغليم الفرات بافتتاح هذه الدورة دورة الشهيد زاغرس في أكاديمية الشهيد سيمن للانضباط العسكري. كما نرحب بجميع الرفاق من المؤسسات المدنية والعسكرية الذين شاركونا بافتتاح هذه الدورة. كما نطلب من الرفاق الانضمام إلى التدريب الفكري والعسكري والاستفادة من كل ساعة في التدريب. كما ننوه على الرفاق بأن الحمل الأكبر يقع على عاتقكم كوحدات انضباط عسكري وواجه جميع القوات، ونطلب من الرفاق أن يكونوا على أتم الجاهزية للدفاع عن أرضهم وشعبهم. قصص زينة أقسم بالشرف العسكري أقسم بالشرف العسكري أنا لازم داخل أنا لازم داخل أكاديمية الشهيد سيمن أكاديمية الشهيد سيمن شرفي وسلاحي وأنا شرفي وسلاحي أقسم 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 شرفي أقسم أقسم